ومنورنا يا ابو حميد في استوديوهات راديو 99. مساء الفل نشأت. ازيك يا شيماء؟ وبسلم على كل الناس اللي بيسمعونا دلوقتي. طبعا اهلا بيك، وناس كتير اول ما عرفوا انك موجود ابتدوا يشيدوا بدورك في الدالي ودورك في الصياد، وقاعدين عايزين يسالوك اسئله كتير. بس السؤال اللي كان عليه اجماع من المستمعين، انت ليه ما كنتش موجود في رمضان اللي فات؟ والله رمضان اللي فات كان المفروض ان احنا كنا بنحضر العمل لرمضان، ولظروف ما، لخلافات ما حصلت، خلافات ماديه، لا 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 خالص، خلافات في على المستوى السيناريو يعني، اضطريت ان انا انسحب في اخر لحظه يعني، فما كانش ما لحقتش بقى ان انا العمل ده ظهر في رمضان اللي فات. لا ما ظهرش حتى بعد كده. احمد، بيتقال ان انت بعد دورك في مسلسل الصياد انت قررت انك تتمرد على دور البطل الثاني وتبحث عن البطولة المطلقة. لا خالص، مش حقيقي خالص. انا مؤمن من زمان جدا ان انا بشتغل ممثل، ما بشتغلش اي حاجة تانية. بمثل الشخصية اللي تعجبني، سواء هي في المكان ده او في المكان ده، مش فارقة معاك اذا كان دور اول او دور تاني او حتى دور صغير تقدر تعمله لو الدور عجبك. مش هبقى مثالي قوي يعني، بس هي ليها تخضع لشوية حسابات برضو. ليك شوية حساباتك كده، ان شبه مثلا ان لو معاك دور صغير مع نجم كبير، وليكن مثلا الاستاذ نور الشريف، الاستاذ عادل امام الله يرحمه، طبعا الاسامي الكبيره دي ده مقبول ان احنا نعمل معاه ادوار صغيره. مقبول طبعا كل حاجه، يعني غير مقبول انك تعمل دور اقل شويه مع نجم شاب. والله لو الدور عاجبني هعمله. بس حاسس انه ابناء الدالي سبقوك في المشوار الفني؟ لا، انا اعتقد ان كل واحد فينا محقق ذاته في منطقه معينه يعني. وبعدين دايما كان الاستاذ نور يقول لي جمله اتعلمتها يعني، قال لي هي دايره كده بتقعد تلف بتطلع وتنزل، وعامل زي الهارت ريت كده، انت بتتحرك بتطلع وتنزل، ما تفكرش انت، بس تكمل في طريقك وان شاء الله كويس هيفضل موجود. على ذكر الأستاذ نور الشريف الله يرحمه، إزاي وصلت الأستاذ نور الشريف، وإيه أهم الحاجات اللي تعلمتها من هذا العملاق الفني الكبير؟ لو إحنا قعدنا نتكلم عن الأستاذ نور نقعد نخلص الحلقة كلها، بس يعني حابب أختصر شوية. الأول إزاي قدرت أوصل للدالي؟ أنا ما وصلتش للدالي، هو الأستاذ نور هو اللي دور على الممثل ده. أنا عايز الولد ده. كنت انا موجود في رمضان اللي قبل الدالي على طول في مسلسل سكة الهلالي مع الدكتور يحيى الفخراني. فهو اتفرج، هو كان دايما بيقول ان هو كان دايما متابع لعمل الدكتور يحيى يعني، فشافني في المسلسل فقال انا عايز ده. فلما رحت كنت رايح في زحمه كبيره جدا، كل مصر عايزه تمثل وبتاع، فانا انسحبت ومشيت. فانا ماشي يعني خلاص لفيت وراجع، فكان وليد يوسف مؤلف المسلسل هو صديق شخصي ليا من قبلها، فقال لي لا تعالى بس انت جاي معايا ما تقلقش. دخلت قابلني الاستاذ نور استقبال مختلف تماما عن اي حد يعني. ولقيته بيعرض عليا ان انا اخد الشخصيه بتاعت خالد الدالي. اخدتها قريت، ما صدقتش نفسي، قعدت اكلم وليد كل شويه، وليد وانت متاكد ان انت الورقه ده بتاعي؟ انت متاكد ان انا هعمل خالد الدالي ده ولا في حاجه غلط؟ بس يعني قال لي انت ليه بتقول كده؟ قلت له ان اي نجم في مصر يتمنى يعمل الدور ده. ازاي يعني؟ ما ازاي؟ قال لي هو الاستاذ نور شايف ان انت هتعمل الدور ده كويس، وانت ان شاء الله هتعمله كويس. فضلت في حالة الرعب دي ان الدور ده انا ما اعملوش لحد ما صورت. وبعد كده خلاص لما اتأكدت الرهبة دي راحت بقى خلاص. نخش بقى على رهبة الأستاذ نور. مش موجودة، بس يعني هو بيقدر انه يكسر كل الحاجات دي خالص من اول لحظة. هو حد كان يعني مش عارف ان هو نور الشريف، هو مش واخد باله. هو بيتعامل عادي جدا، مفيش اي حاجة خالص، هو ممثل موجود في اللوكيشن. هو ليه ثقل كده في المكان، لانه اولا مثقف جدا يعني، قارئ، بيحب شغله جدا، بيحب شغله قوي، هو قارئ ممتاز. ما بيعديش يوم من غير ما يقرأ، بيعشق شغله، بيحب الالتزام قوي. لا حاجات كتير قوي ممكن لو قعدنا نتكلم عنها في الاستاذ نور مش هتخلص، بس يعني في حاجات كده حصلت معايا جمل انا مش هنساها في حياتي، من ضمنها قاعده انا ماشي عليها، ودي ليها علاقه بالسؤال اللي انت سالته لي في الاول.
قال لي ما انسى الجمله بتاعت انا بشتغل عشان الناس وانا عشان وانا كل ملك الناس، وده كلام شعارات الفنانين بيقولوه، لكن الحقيقي انك بتشتغل عشان نفسك وبتستمتع الاول، ولو انت ما استمتعتش مش هتعرف تمتع الناس، مش هتعرف توصل متعتك دي للناس، وبالتالي الناس مش هتاخد بالها منك. فالاول ما تفكرش في حد، فكر في نفسك انك انت هتبقى مبسوط وانت شغال، فما تعملش الشخصيه اللي ليها حسابات، اعمل بس اللي انت مبسوط بيه. ده سبب غيابك عن رمضان اللي فات. في فنانين كتير بيحبوا يكونوا متواجدين حتى لو الدور اقل شويه في جودته من الادوار اللي عملوها، بس بيقولوا انا لو غبت انا ممكن اتنسي. الجمله دي يمكن هتخليني ما اسالكش السؤال ده، لان انت ماشي على النصيحه اللي خدتها من الفنان العظيم طبعا نور الشريف، بس هل تفتكر انه ممكن مع الوقت تقدر تستغنى عن الجمله دي وتضطر مع الظروف عشان تبقى متواجد، سواء بقى للظروف ماديه او لانك خايف الناس تنساك او لاي حاجه؟ لان فنانين كتير بعد ما يغيبوا بيبقوا عايزين يكون ليهم مقاييس معينه في اختيار ادوارهم بعد فتره، بالرغم ان هم قالوا ان هم مش هيتنازلوا ولكن بيتنازلوا. احمد صفوت ممكن يحصل له الموضوع ده ولا لا؟ الله اعلم. انا بشر في الاخر، وارد جدا ان يحصل ظروف ما تضطرني ان انا اغير مبادئ، لكن انا اعتقد ان لغايه دلوقتي انا مش هعمل حاجه مش عايز اعملها. بتشتغل حاجه تانية غير انك ممثل؟ لا. اغانيكم اللي هتسمعوها النهارده ومع طلبات حضراتكم كمان هنسمع طلبات احمد صفوت، يمكن هو من المحبين لشيرين. هنروح نسمع بكلمه منك لشيرين عبد الوهاب ونرجع لكم على طول مره تانية. اي سؤال لاحمد صفوت النهارده 9199 رقم الاس ام اس، وصفحتنا على الفيسبوك الراديو 9090، وكمان تليفوننا 2181066. رئيس تحرير عادل عبد الله، شيماء حافظ ومحمد نشأة الدقايق، وراجعين لكم. الجزء الثاني من الدالي كان معمول حسابه من البداية. يعني وليد وهو بيكتب الجزء الأول عارف أنه ليه امتداد وأنه هيكمل جزء ثاني. قد يكون وجهة نظري أنا أن الجزء الثالث شوية كان فيه يعني كان فيه شوية أنه كان ممكن كان مبالغ يتعمل. فيه يعني؟ لا، ما مش قصدي مبالغ فيه، كان ممكن ما يتعملش. وإن كان برضو نجح الحمد لله يعني. تمام. أحمد هنلعب مع بعض حاجة كده اسمها اختار ما بين الأقواس، ودي سؤال واحد فيهم بس هو اللي مصرح ليك إنك تختار اتنين. هتختار إجابة. سؤالين. أنا سمعت إن هم سؤالين. سؤالين؟ لا دول خمسة. لا هم خمس أسئلة. لا هو بيقول لك سؤالين اللي عليهم حق فيهم يجاوب حاجة تانية غير اللي بره المنهج. سؤال واحد. ماشي سؤال واحد. أول سؤال يا أحمد، مسلسل ندمت عليه، ليالي، كيد النساء، مش ألف ليلة وليلة. وما تتسرعش لأن اللي جاي صعب يعني، عشان بس تضيع ما تاخدش الفرصة دلوقتي، تضيع الأوبشن بتاعك دلوقتي. أنا يعني لازم أبقى ندمان على حاجة يعني. أيوة. يعني اتضايقت يعني منه. يعني هعتذر عن واحد فيهم؟ آه. هعتذر عن ليالي. عن ليالي. مش عايز اشتغل ليه اسباب ملهاش علاقه بحاجه يعني، اسباب تخصني انا بس فنيه. احنا مش هنطلب منك اسباب لو عايز. يعني انت عادي ممكن تقول اجابه تقول قول. مش عايز اشتغل تاني مع يوسف الشريف، جمال سليمان، اشرف عبد الباقي. لا لا لا، مفيش ولا اسم في الثلاثه. تتمنى تشتغل معاهم كلهم؟ كلهم طبعا. فيلم كان نفسي اكون موجود فيه، حبيبي دائما، شارع الحب، صراع في الوادي. شارع الحب. شارع الحب. تراجعت عن مسلسل رشيد عارف اسرار علشان الفلوس قليله، عشان الفنان احمد رزق، عشان كنت عايزه اخد البطوله لوحدي. لا مش انا ولا واحده من الثلاثه، علشان السيناريو كان فيه مشاكل. ايه المشاكل؟ يعني انا قريت تريتمنت للمسلسل. التريتمنت فيه دراما للشخصيه اللي انا بلعبها، انا حبيتها. فلما قريت المسلسل لقيت ان التريتمنت ملوش علاقه خالص بال بتحصل كتير الحركه دي. ملوش علاقه خالص. فلما سالت المؤلف انت ليه يعني عامل كده، قال لي لا ما هو مش دايما التريتمنت يبقى في الاحداث اللي بتتكتب في التريتمنت مش لازم تتكتب في المسلسل. قلت له طيب ما مش لازم بقى الممثل يشتغلها. طيب بصراحه وبوضوح شديد، بحب المنتج اللي بيدفع فلوس اكتر، اللي معاه سر الخلطه، اللي فاهم شغله كويس. اللي فاهم شغله كويس حتى لو اداك فلوس قليله. حتى لو اداني فلوس قليله. تمام. احب امثل فيلم فيه الخلطه السحريه للنجاح، مكتوب كويس قوي،
انا بطل الاوحد. مكتوب كويس قوي. تمام. سمية الخشاب، مش بتعرف تمثل، ندمت على الشغل معاها، مغرورة. ايه السؤال الغريب؟ ايه السؤال الغريب؟ بتسأل فيه؟ احنا رأيك في الغلط بصراحة يعني. نايزين خناية وضرب نار. نايزين مشاكل. ايه مصدر السؤال؟ ما تعديش كده. مصدر السؤال دي منين؟ ما فيش يعني، ما فيش ولا واحدة من التلاتة. يعني ما ندمتش على الشغل معاها؟ لا لا خالص. ولا تقال انك ندمت على الشغل معاها فحبيت ترد؟ لا اطلاقا طبعا خالص. اهم مسلسل من مسلسلاتي، الصياد، الريان، الدالي. التلاتة الأهم فالمهم. الدالي كان هو فتحة الخير، عشان كده هفضل طول عمري أقول إن هو الأهم مهما حققت يعني. ليه ما عملتش كده النساء اتنين؟ لأني شايف إنه كان نكتفي بالجزء الأول. حسيت إن الجزء التاني هيبقى فكرة استحلاب لنجاح الأولاني، لكن أنا مش ما كنتش مقتنع إنه الجزء التاني هيبقى كويس. احمد، انتوا جيل او بيقال ان الجيل ده كله بيبتدي بعمل بطولات جماعيه ثم ينفصلوا، والناس ما بتحبش الانفصال اللي بيحصل بعد كده بعد ما كل واحد بيبقى ليه اسم. انت مع البطوله الجماعيه حتى لو انتوا سوبر ستار كلكم مع بعض، ولا شايف لا هو من حق كل واحد فينا انه يلعب البطوله لوحده؟ لا خالص، انا ما انا قلت لك انا مع العمل الجاي، انا بطل العمل. طب تفتكر ليه ده بيحصل؟ تفتكر ليه ده بيحصل في الوسط الفني؟ بلاش طب حتى لو ده مش عند احمد صفوت، ولكن احنا شفنا كتير من جيل الشباب اللي بقوا نجوم كبار دلوقتي بدأوا مع بعض كلهم وعملوا افلام جماعيه هايله جدا جدا كسرت الدنيا يعني، وبعد كده فوجئنا ان كل واحد فيهم بقى لوحده. هو ده مش عيب برضو على فكره. لو هو عامل عمل جيد خلاص، ايه المشكله؟ انت فين من السينما؟ هي فين السينما؟ ما هو احنا عايزين نقول ان كلنا بنقول فين السينما، بس محتاجاكم ومحتاجه غيرك ومحتاجه غيرك عشان نرجع يبقى في سينما. اكيد يعني، ما احنا هنلف وندور. هل انت ما بترفضش اعمال سينما ومركز مع التلفزيون؟ لا برفض اعمال سينما، بس مش ما هي مش سينما. اللي انا برفضه مش سينما. شايف مشكله السينما فين؟ هو مش اي حد معاه 2 3 مليون عايز يعمل فيلم يروح عامل فيلم مع اولاده ويقول مشكله السينما فين يا احمد؟ شايف المشكله الحقيقيه للسينما المصريه فين؟ نمره واحد، احنا السينما ليها علاقه مرتبطه بالسياسه. ليه؟ لان احنا محتاجين المرحله الجايه دي ان شاء الله يبقى في مجلس شعب. لما يبقى في مجلس شعب نسعى بقى ان احنا نامن السينمات من انها الافلام ما تتسرقش، لان الافلام بتتسرق فالمنتج بيخسر فما بينتجش. فنمره واحد ان انا لازم الاول اامن المنتج نفسه. طب اما نامن المنتج، شايف انه الفنان لازم يكون ليه دعوه بالسياسه وليه راي سياسي؟ لا، هو الفنان مواطن في الاخر، لكن ممكن ياثر في الناس. فانت شايف ان هو يصرح بارائه السياسيه ولا لا؟ انا مقتنع ان هو يصرح بارائه السياسيه من خلال شغله، من خلال عمل، من خلال اسقاط في عمل. لو ليه وجهه نظر في حاجه في السياسه، عايز ادعم حاجه، عايز اعترض على حاجه، اعمل ده كله في شغلي، لكن ما اقولوش. مكملين وانتم مروحين على الراديو 90 مع كوكا كولا. هنسمع دلوقتي رغب علامة، سنين رايحة وراجعين على طول نكمل حلقتنا، خليكم متابعين.